السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة، شرفنا ألتقي فيكم مجددا في مادتنا فيزياء 6 فيز 324 لطلبة فيز رياض، ودرسنا اليوم في دراسة القوى المؤثرة داخل السوائل. في درسنا اليوم يفترض بالكفايات اللي نتوصل لها أن نوضح المفاهيم المرتبطة بالقوى داخل السوائل من قوة تماسك أو قوة تلاصق، ونوضح كيف تسبب قوة التماسك ظاهرة التوتر السطحي، وتسبب قوة التلاصق الخاصية الشعرية. كذلك سيتم مناقشة التبريد الناتج ودور التكاثف تكوين السحب. قوة التماسك بداية عزيزي الطالب، إذا لاحظت قطرات الندى على خيوط العنكبوت وقطرات الزيت الساقطة أو أي قطرات سائل تسقط، تتخذ دائما الشكل الكروي. طبعا عندما يسقط المطر على سيارة مغسولة حديثة ومشمعة، تلاحظ أن قطرات الماء تتكور وتتخذ أشكال كروية تماما كما ترى في الرسم المجاور أو في الصورة المجاورة على شكل كرات. وهذه الظواهر اللي ذكرناها سابقا هي فعليا تمثل ما يسمى بالتوتر السطحي، وهي خاصية متمثلة في ميل سطح السائل إلى التقلص لأقل مساحة ممكنة. وطبعا أقل مساحة ممكنة ستكون على الشكل الكروي، يعني إذا قارنت تعال لشكل المكعب، هذا الشكل في المكعب ليس بمدى الاختصار في الحجم لو حولناه إلى شكل كرة، سيكون الشكل الكروي حيز أقل في التأثير أوكي على الحجم الفراغي المحيط به. هذه الخاصية عزيزي الطالب للوصول لأقل مساحة ممكنة هي ناجمة عن ما يسمى قوة التماسك بين جزيئات المائع، يعني قوة هذه الجزيئات متجاورة في داخل المائع، تربط هذه الجزيئات قوة مشتركة ما بينها وتجعلها في حالة تجاذب، بحيث بدل ما انها تتباعد هي تنجذب وتقترب، ولهذا ستأخذ الشكل الكروي في مجملها. الآن في حديثنا عن قوة التماسك، أرجو أن تنتبه بأن جميع جزيئات السائل الموجودة تحت سطح السائل، هذه الجزيئات تتأثر بقوة جذب متساوية المقدار وتشدها في جميع الاتجاهات، مو بس في محور X أو الواي، وذلك بواسطة الجزيئات المجاورة لها، كما تنجذب إلى الجزيئات التي تكون جدار الوعاء أو الإناء الذي يحتوي السائل. لاحظ الشكل اللي أمامك، وبالتالي لا توجد قوة محصلة تؤثر في أي من الجزيئات الواقعة تحت سطح السائل. هذا ما ترى موضح أمامك، وتشوف أنت في هذا الشكل اللي مكبر لجزيئات السائل، وهذه القوة المؤثرة من المحيط. قوة التماسك عزيزي الطالب عندما نصل إلى سطح السائل تنجذب الجزيئات للأسفل، لأن هناك جزيئات أسفل منها، وتكون باتجاه الجوانب وليست نحو الأعلى، ما في قوة للأعلى من سطح السائل، ولهذا ستكون القوة المحصلة التي تؤثر في الطبقات العلوية دائما متجهة للأسفل، وهذا يؤدي إلى انضغاط الطبقة العلوية قليلا، وتعمل الطبقة السطحية في كل السوائل، ستعمل الطبقة السطحية كأنها غشاء مطاطي مشدود قوي بما يكفي
لحمل أجسام خفيفة عليه، مثل الحوضة اللي تمشي على سطح الماء، أو مثل لو وضعنا دبوس بشكل عرضي على سطح الماء يشيلوا سطح الماء. لماذا يكون التوتر السطحي لقطرات الزئبق كرويا؟ طبعا القوة المحصلة ستدفع جزيئات السطح بحيث يصبح هذا السطح أصغر ما يمكن، وبالتالي كل ما زاد التوتر السطحي للسائل تزداد ممانعة السائل لتحطم سطحه أو تهتك السطح احنا بنسميه، وبالتالي جزيئات سائل الزئبق فيها قوة تماسك أكبر من قوة تماسك جزيئات الماء أو الزيت، ولهذا السبب سيعمل الزئبق على تشكيل قطرات كروية حتى إذا وضع على سطح مصقول لا يكون شكل هذه القطرات للزئبق مستوي. في بعض السوائل مثل الكحول والإيثرات لها قوة تماسك ضعيفة، ولهذا تتسطح قطراتها على السطح المصقول، ستأخذ الشكل المسطح ولن تحافظ على الشكل الكروي بسبب ضعف قوة التماسك. اللزوجة أو الفسكوسيتي، إذا تناقشنا في موضوع اللزوجة، قوة التماسك والتصادمات بين جزيئات المائع الغير مثالي تسبب احتكاك داخلي يعمل على إبطاء التدفق وبالتالي تبديد الطاقة الميكانيكية. يعني إذا سكبت مثلا العسل تجد بأن الطبقة اللي في الأسفل تكون أكثر التصاقا بالسطح اللي يتدفق عليه العسل، وإذا لاحظت الطبقة الثانية ستكون مندفعة لمسافة أطول قليلا، الطبقة الثالثة بتكون مندفعة أكثر قليلا، وهكذا نجد بأنه هذه الطبقات التي تشكل مادة السائل بينها وبين بعض في قوة احتكاك، وهذه هي ما تعزى إلى مفهوم اللزوجة، ولذلك العسل يعتبر أكثر لزوجة من الماء. واضح عزيزي الطالب؟ لزوجة السوائل تعتبر فعليا مقياس للاحتكاك الداخلي للسائل، أقصد بالداخلي يعني قوة الاحتكاك الناتجة ما بين طبقات السائل المتدفق، هذه الطبقة تحتك مع اللي فوقها وهذه تحتك مع الطبقة اللي فوقها وهكذا. قوة التلاصق، الآن إذا بنتكلم على قوة التلاصق هي قوة تجاذب كهرومغناطيسية، وهي مؤثرة بين جزيئات المواد المختلفة. فمثلا عندما نضع أنبوب زجاجي قطره الداخلي صغير في الماء، ستلاحظ ارتفاع الماء داخل الأنبوب، وهذا كلكم تشوفوها أنتم إذا تودي جلاس عصير مثلا، مجرد ما وضعت القشة في داخل الجلاس مباشرة العصير بيرتفع في داخل هذه الماصة، وذلك لأن قوة تلاصق بين سطح الزجاج وجزيئات الماء ستكون أكبر من قوة تماسك الجزيئات مع بعضها، وهذا يؤدي لظهور ما يسمى بالخاصية الشعرية. وبالتالي نستنتج أن الخاصية الشعرية تسبب ارتفاع الوقود في فتيلة القنديل أو المصباح. احنا إذا وضعنا في داخل المصباح وقود وضعنا فتيلة، الوقود يتسرب عبر الفتيلة للأعلى في مكان الاشتعال، كذلك الخاصية الشعرية مسؤولة عن ارتفاع الماء من أسفل التربة إلى أعلى سطح التربة، وكذلك مسؤولة عن ارتفاع الماء من قاع النبتة إلى قمتها، أوكي، في جذور النباتات. هذه الخاصية الشعرية، وأرجوك تنتبه
أن هذه الخاصية الشعرية مرتبطة بقوى التلاصق. في متابعة حديثنا عن قوى التلاصق، تلاحظ أن الماء يصعد على جدار الأنبوب الزجاجي من الخارج، في حين ينخفض سطح الزئبق حول الأنبوب إذا وضع أنبوب في وعاء زئبق. لاحظ هذا الشكل اللي أمامي، هنا الشكل A ماء، فتلاحظ أن جزيئات الماء تتصاعد على جدار الأنبوب المغمور في الماء، ومقارنة مع الزئبق ستجد هنا أن جزيئات الزئبق تتجه لأسفل بدل من أن تصعد على سطح الأنبوب. طبعا السبب بأن قوة تجاذب ذرات الزئبق أقوى من قوة تلاصق مع الأنبوب، فبالتالي جزيئات الزئبق هنا بتسحب بعضها البعض وتتجه بالتالي نحو التماسك أكثر. دراسة التبخر والتكاثف وهي عمليات متعاكسة عزيزي الطالب. إذا سألنا نفسنا لماذا يختفي الماء من بركة صغيرة في يوم حار وجاف، شلون الماء بيختفي؟ الجزيئات في السائل تتحرك بسرعات عشوائية، وعندما تصبح سرعة الجزيئات كبيرة فإنها ستنفذ من السائل وتغادر سطح السائل، ولكن قوة تماسك، وجود قوة تماسك محصلة للأسفل على السطح يعيق هذه المغادرة لسطح السائل، ولذلك لا تفلت هذه الجزيئات من السطح إلا إذا كانت لها طاقة حركية كبيرة، وتسمى ظاهرة انفلات الجزيئات من سطح السائل بعملية التبخر. الآن في سؤالنا، إذا لاحظت أن الجو في الأيام الرطبة أكثر دفئا من الأيام الجافة اللي ما فيها رطوبة، مع أن الحرارة نفس الدرجة، هنا 35 هنا 35، بس 35 أثناء وجود الرطوبة تحس دفئ أكثر. السبب في ذلك عزيز الطالب أن اليوم الرطب ستكون كمية بخار الماء في الهواء مرتفعة، يعني تقريبا الهواء مشبع ما يحتاج أبخرة إضافية، فيتوقف تبخر العرق، فبسبب وجود كثير من جزيئات الماء في الهواء يقل احتمال تبخر الجزيئات عن طريق التعرق، وطبعا هذه العملية ميكانيكية في تبريد الجسم، العرق وتبخر العرق، ولأنه ما في تبخر في العرق لذلك الجسم لا يصبح قادر على تبريد نفسه ويشعر بأنه في حرارة أكثر، لأن الرطوبة في الخارج منعت تبخر العرق وتبريد الجسم. الآن تلاحظ أن جزيئات السائل التي تبخرت يمكنها العودة إلى الحالة السائلة من جديد، صارت بخار ثم ترجع من البخار إلى السيولة، وهذا يحدث إذا انخفضت الطاقة الحركية أو درجة الحرارة، وهذه العملية تسمى بالتكاثف. وتلاحظها أنت عزيز الطالب، إذا سكبت البيبسي مثلا بارد في كأس أمامك، تلاحظ جدران الكأس من الخارج صار عليها شبه القطرات، وتكاثف الهواء المحيط بك على سطح هذا الكأس الباردة وتحول إلى قطرات. لاحظ هذا السؤال هو اللي نفسي قاعد أتكلم عليه توني، بأنه ما الذي يحدث إذا حملت كأسا بارد في منطقة حارة ورطبة؟ طبعا لاحظت أنه السطح الخارجي للكأس يغطى بالماء المتكاثف، وبتتحرك جزيئات الماء عشوائيا في الهواء المحيط بالكأس، وعندما تصطدم بالسطح البارد للكأس وتفقد طاقة كافية، قوة التماسك تزداد إلى درجة تمنعها من الإفلات عن هذا السطح
ويحدث تكاثف. إذا انخفض درجة حرارة الهواء يتكاثف عزيزي الطالب بخار الماء الموجود في الهواء. هذا التكاثف يحدث حول جزيئات الغبار المتناهية الصغر في الهواء، ولذلك تتكون قطرات من الماء حول هذه الذرات الصغيرة، والسحابة الناتجة من هذه القطيرات تسمى بالبخار. في تقويمنا لما تعلمنا اليوم، لو سألتك عزيزي الطالب لماذا يلتصق الكحول بسطح الأنبوب الزجاجي بينما لا يلتصق الزئبق بهذا السطح للأنبوب؟ السبب طبعا عزيزي الطالب تلاحظ بأن قوة تلاصق الكحول بالزجاج هي أكبر بكثير من قوة تلاصق الزئبق بالزجاج. الزئبق جزيئاته همها تتماسك مع بعضها، مو إنها تتلصق بالأجسام المجاورة. هنا قوة التماسك للزئبق أكبر، لأن جزيئات الزئبق أوكي تتجاذب بقوة أكبر، وتكون هذه القوة للتماسك أكثر من قوة الالتصاق بالزجاج، وبالتالي الكحول يلاحظ التصاقه ولا يلاحظ هذا في الزئبق. سؤال الثاني، كيف يمكن لمشبك ورق إذا وضعناه على سطح سائل أن يطفو على سطح الماء؟ طبعا مو نضع المشبك ونقطه بقوة على سطح الماء، يجب أن يوضع المشبك بحذر بهدوء وبشكل مستوي وليس بشكل يصنع زاوية حادة على سطح هذا الماء، وبالتالي سيكون من هذا شأن من شأن ذلك الوضع الهادئ لمشبك الورق تقليل الوزن لكل وحدة مساحة على سطح الماء، وسطح الماء سيستقر عليه مشبك الورق، وذلك بتأثير ما أسميناه بالشد أو التوتر السطحي. إلى هنا عزيزي الطالب انتهى درسنا، وأتمنى أكون ساعدتك في فهم المحتوى المطلوب عليك، وأجمل أمنيات للجميع بالتوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.